عاوتاني واحد لا تيماتيك واحده اخرى كتهم يعني كتهم المجتمع المغربي من خلال قصه مسك الليل. مسك الليل واحد الدوار على ضواحي المدينه، الناس ديالو كيشتغلوا في صناعه الاجور، بنوا مدن كبيره، هذيك المدينه الكبيره اللي بنوها وصلت لعندهم وصبحت كتهددهم بالزوال. يعني هذا الصراع ما بينات واحد العائله كبيره من اجل انها تريب مسك الليل والاناس ديال مسك الليل اللي غيبقاو صامدين ويعني بواحد القوه كبيره من اجل ان الارض ديالهم ما تمش. دونك مره اخرى هو الصراع على الارض ومن على البقاء. ضروري من اننا في اي عمل اننا القوه ديالو هو الكاستينغ. فالكاستينغ ديالنا هنا يعني واحد كاستينغ، ودائما الحمد لله الكاستينغ ديالنا غني جدا. فهناك من الرواد واقوياء الشاشه، فكان لابد ما يمكنش نبقاو غير مع الرواد، فكان لابد اننا نستعنوا بالشباب من مجموعه من العناصر اللي ابانوا على واحد القوه ديالهم تاهما هما في بدايه المشوار ديالهم، ولكن كانت معاهم واحد التجارب. لان ملي ثقت فيهم عطيتهم الفرص الثانيه، وهناك بعض الاشخاص اللي كنعطيهم دابا الفرصه الاولى باش يبانوا. وفي هذا التنوع كنكونوا ضمننا البقاء، يعني كاين تشبيب وكاين العمل مع الرواد مع القوه في الاداء والقوه في يعني القوه في الاداء. المغرب راه هو مغرب لاماس، المغرب ديال الشعب اللي كنعرفوه انا وكتعرفيه انت، وخصنا ندويو لغته. الا دوينا واحد اللغه مغايره على هذا الشعب فغيكون الرفض. اذا من هنا كان خص دائما التفكير في الهموم الانسانيه في اليومي ديال المواطن المغربي، انك توصل ليه وتشيه في العمق ديالو. الا وصلتي ليه وتشيتيه في العمق ديالو عرف بانك تضمن النجاح. الا دزتي بشي مواضيع ما عرفناهاش منين جايه من فوق السحاب، فعرف راسك بانك لن تتكلم بلغه شعبك فتتكلم بلغه واحد الشعب، واحد الشعب اخر. دونك هذا هو هذه هي المقاربه اللي كنبغيو دائما نخدموا عليها. نسبه المشاهده عمرها ما كانت مقياس للنجاح. فالنجاح انا كنقسمه الى قسمين، نجاح جماهيري ونجاح فني. فهناك مجموعه من الاعمال اللي كانت ناجحه جماهيريا ولكن ما نجحتش فنيا، ومجموعه من الاعمال اخرى اللي كانت ناجحه فنيا وما نجحتش جماهيريا. اللي كنحاول انني نخدم عليه انا ونشتغل عليه هو انني نحقق الازدواجيه. ما معنى هذه الازدواجيه؟ هي ان العمل ديالي يكون قريب من المشاهد، ولكن لا ما فيش التفاهه، لا يخلو من العمق، لا يخلو من الفنيات، لا يخلو من انه يسمو الى العالميه. ففي المواضيعنا الشعبيه في المعاش اليومي في مول الفران في فاطمه الكساله في هذا، فهناك عالميه. علاش؟ لاننا نناقش المواضيع التي تهم الانسان، التي تهم الانسانيه. فحين تناقش المواضيع الانسانيه عرف راسك بانك هنا تناقشها بقوه دراميه كبيره وبتقنيات عاوتاني سينمائية، بتقنيات في الصورة، تقنيات في الصوت، تقنيات في الإضاءة، باش نخليو أن المشاهد المغربي البسيط اللي في راس الجبل حتى هو يوصل ليه، حتى هو يولي كيفهم وكيقول علاش هاد الصورة جميلة، علاش هادوك جوج الناس كياكلوا في طاجين وفي واحد البساطة جميلة، ولكن كيقول لماذا هاد الصورة جميلة؟ لماذا أنا كنسمع واحد الصوت جميل؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ فهنا كنرقاو بالذوق ديال 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 الجمهور المغربي، كنقدموا ليه البساطه، كنقدموا ليه الكوميديا، كنقدموا ليه جميع الاشياء البسيطه لكن بقوه دراميه وبعمق سينمائي كبير.